شافوا ان هم بيضربوا على بعض ابتدى يتقدمهم لحد ما دخلت الدبابات وانفجرت في الغابة. شرق البحيرات كان في دورية، شرق البحيرات المرة دي المسافة حوالي 14 كيلو شرق القناة. العدو كان له دورية بتمشي شرق البحيرات المرة، فكان الغرض عمل كمين للدورية دي أو نسف العربيات اللي بتمر بالدورية، وتدريب بعض الأفراد الجداد يخش أول مرة يحصل له نوع من التطعيم، زي الواحد بيطعم واحد بمصر يدوله نوع من الوقاية أو تنشيط المناعة يعني. فكان بناخد أفراد تتدرب معاه، فكان إبراهيم رفاعي من الغرض يقول لك أنا بدرب في أرض العدو. فطلعنا شرق البحيرات بالقوارب، صاعقة بحرية وصاعقة برية، كلهم من مجموعة 39 قتال، شهيد إبراهيم رفاعي ومع عصام الدالي والدكتور علي ورجاء عطية ومحي نوح ومحسن وانا، وكان وسام حافظ، وكان مجموعة من البحرية. فعدينا شرق القناة، العدو في معاده ما جاش، قعدنا ساعة ما جاش، فاضطرينا بعد زرعنا الغام على التراك اللي بتمشي على العربيات وعاوزين يجر شكله زي اللي حد يروح في حتة ويضرب طوبة ويجري والتاني يبقى مستني، نفس الفكرة. ضربنا طلقات في السماء، اتصورنا بفلاش حقل الغام، خدنا اليافطه بتاعت حقل الغام اللي كانت موجوده ونزلنا في الميه لغايه ما هو جه بقى وده العربيات لبست في الالغام وانفجرت، وطلعنا بقى من الميه نشتبك معاه. ده كان كمين وكان دمه خفيف قوي، ان هم يعني وقعوا بسهوله قوي يعني، كنا حاسين ان ده تدريب كويس للافراد اللي معانا يعني، حتى ما فيش حد فينا اتخلى. اول مره كنت عايز نضرب موقع هوك عشان نفتح ثغره، مطلوب فتح ثغره في الجبهه الاسرائيليه، ثغره للطيران، عشان مطلوب يتصور حاجه جوه. صورناها كذا مره ارضي، قواتنا يعني صورت ارضي ومش معروفه ايه، حاجه كان جسم غريب محطوط في دشمه كده طويله ومش معروفه ايه هي، وارضي مش باين، وكان مطلوب تصويرها جوه، فبالتالي مطلوب فتح ثغره عشان خاطر طيارة تخش منها وتطلع بسلام. ف تم اختيار الموقع اللي هينضرب بالصواريخ، فمطلوب لي اجهز له لونشر، انا اصلا ضابط مدفعيه، فمطلوب ان انا اجهز لونشر بشكل معين بادوات تنشين معينه علشان خاطر اطلع هذه العمليه، لان هتحط على القارب والقارب هينزل وبعدين ناخده تاني. رحت للمصنع الحربي، انا فاكر رحت لهم الظهر 10 ونص 11، اقول لهم على اساس يعني تاني يوم تالت يوم هيكلموا الواحد يقولوا لي. انا لقيت انا ما انساوش مهندس كان اسمه نبيل، لقيته بيضرب لي التليفون بالليل الساعه 1 ونص بالليل في البيت. انا اتخضيت قمت، مين انا؟ انا جهزت الصواريخ. تم العبور من البحيرات المره مسافه 14 كيلو، لان الموقع ده كان على بعد 28 كيلو من الضفه. وتم التحرك هناك ونصب اللونشر، تنشين على الموقع. الموقع كان يعني المفروض انه مساحته قليله يعني عايزه اداره نيران بدقه يعني. اطلقت الصواريخ، تم اصابه الهدف. الموقع قعد الانفجارات فيه لمده ساعتين ثلاثه يعني، لانه كمان ظهر اصاب المخزن بتاع الصواريخ نفسه مش اللونشرات بس. مع اول ضوء الطياره عدت صورت ورجعت. كان لابد من قطع اليد الطوله التي ملأت إسرائيل بها الدنيا ضجيجا،
وأنها قادرة على الوصول للعمق المصري، وكان ضروريا حتى لا يتجرأ بعد ذلك بالغارات على المدنيين. وقام بها فرد واحد من المجموعة عندما قصفت مدينة إيلات بالصواريخ. اللي قطع اليد الطولة لإسرائيل عملية قامت بها المجموعة 39 قتال، وكان شرف هذه العملية اللي قام بها الشهيد عصام الدالي. هو خد تلقين في بعض عمليات، على فكرة كان اللي هو صادق يكلف بها شخص لوحده، يعني يندهني يكلفني بعملية، ينده عصام يكلفه بعملية والباقي ما يعرفش. جابه قال له هتاخد 3 صواريخ هتروح الأردن، مكتب المخابرات هيديك هناك 3 صواريخ تضرب بيهم ميناء المينا العسكري. دي احد عمليات الانتقام اللي لما ضربونا في البحر الاحمر، على فكره اللي دي انضربت طبعا المشهوره عمليه طريق الى ايلات، يعني دي عمليه اللي هي انضربت 4 مرات بس دي احدهم يعني. بس العمليه بتاعت عصام الدالي هي اللي قطعت اليد الطوله لاسرائيل فعلا. يعني قال له المينا العسكري، المينا المدني بلدة إيلات، 3 صواريخ تضرب بيهم المينا العسكري، حذاري يقع صاروخ على المينا المدني. فكر راجل شاب زي ده يعمل ايه؟ هو لما خرج من عنده احنا كنا كدفعة واصلا ما تفاهم مع بعض وصحابه كده، يعني كنا بنقول لبعض يعني. فقلت له حتى هتعمل ايه؟ يعني بصينا لبعض كده يعني ان لينا فرصة حلوة اهي. قال طبعا حضر بالبلد، يعني كمان مش المينا المدني، لا حضر بالبلد. راح قلت له مش هيزعلوا هنا؟ قال ما كناش احنا اللي نصعد معارك السنزاف، ما مين اللي هيصعد؟ ما كناش احنا نقطع زي ما هم بيضربونا في العمق نضربهم في العمق. راح هناك برضو من ضباط الصاعقه اللي هناك ساعدوه في انه جمعوا له 30 صاروخ. الصاعقه اسلوب دول يعني مع بعض ما شاء الله، يعني كلنا تعليم اللي هو جاي الهريدي يعني. جمعوا له 30 صاروخ، اصبح عنده 33 صاروخ. وجههم على البلد وضربها. هي دي بقى اللي احنا الواحد شاف رؤية العين اثرها على اسرائيل. بعد كده ما فيش اي عمليه في العمق. اسرائيل اعترفت ب 104 قتيل و400 شويه جريح. اول ما ضرب من ضرب اسرائيل في عقر دارها احنا اللي عملناه، ضربناهم في منطقه سدوم في إسرائيل، مصانع سدوم ضربناها، ضربنا إيلات، منطقة إيلات عصام الدالي مع ناس من منظمة فتح ضربوها. يعني إحنا عملنا عمليات في داخل إسرائيل نفسها. ولكن من هو ذلك القائد الذي استطاع أن يقود هذا الفريق من الأبطال في أصعب وأشق المهمات؟ ولد إبراهيم الرفاعي في عام 1931 في عائلة معظم أفرادها من العسكريين. تخرج في الكلية الحربية وكان الأول على دفعته، وفي عام 55 كان الأول على أول فرقة للصاعقة بمصر. كانت الصاعقة تحقق جزءا من شخصيته التي تعشق البطولة وركوب الصعاب. وعندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر عام 56 كان إبراهيم الرفاعي على رأس المتجهين إلى مدينة بورسعيد. وفي الأيام الأولى لهزيمة عام 67 قام إبراهيم الرفاعي ومجموعته المقاتلة بعدة عمليات كانت الضربات الموجعة سمة مميزة وأساسية لجميع العمليات التي قام بها إبراهيم الرفاعي، والتي حرص خلالها على أن يترك أثراً دامياً في العدو. وفي حرب عام 73 كلفت مجموعته بتنفيذ عمليات قتالية معينة تقع جميعها على خليج السويس. كان إبراهيم الرفاعي نموذجاً للمقاتل المصري ومعدنه الأصيل. أحب بيته وعائلته وابنه وابنته، إلا أن حبه لمصر كان أكبر. في بيته لوحة علق عليها ما يقرب من 100 ميدالية رياضية وعشرات البراءات
التي تعلن حصوله على أهم الأنواط والأوسمة العسكرية ابتداء من نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى في مارس عام 60 وحتى نجمة سيناء عام 74. يعني القيادات دايما معروفة القائد وقدامه القيادات اللي بعديه لغاية ما يوصل للجنود هي قدام أو لا. إبراهيم الرفاعي كان المثلث بتاعه مقلوب، كان هو نمرة واحد قدام والقيادات وراه. القائد اللي هو أكبر سنة ومفروض أنه أقل لياقة، لكن الحقيقة هو كان لياقته عالية، ومع ذلك كان عنده قرحة في المعدة مرة يعني جاب دم، ومع ذلك كان بيقتل وهو نمرة واحد، هو الأولان وينسحب آخر واحد. يعني ما بتحصلش في القيادات في أي جيش في العالم أن القائد هو نمرة واحد، لكن هو كان قدوة. فمش ممكن بعد كده واحد يعني بالقيادة دي الأفراد بتاعته ما تبقاش شجاعة. يعني كنا بنكتسب منه. إبراهيم الرفاعي كان عنده فعلا القرحة دي، وانت عارف ان القرحة دي بتيجي في اي وقت. انا افتكر مرة مرات جات له ازمتها واصابته واحنا طالعين عملية، واصر انه يطلع العملية، وطلع فعلا مشترك لنهاية العملية، مع ان العملية مثلا هتلاقي 3-4 ساعات لانها كان فيها ركوب بحر، بعدين هنشتبك وبعدين نرجع تاني. إبراهيم الرفاعي كان في أي عملية بيركب أول واحد وآخر واحد ينسحب. جسور. لكل زمن له رجال ربنا بيختارهم، وهو كان مشيتش عليه. وكانت أغلب العمليات بالذات في الاستنزاف خلف الخطوط، فكان لازم يعدي سينا عشان يعدي الناحية التانية عندهم ويعمل عمليات ويرجع. هو اصلا كانت شغلته الاستطلاع بيصور بيعمل بيدي معلومات، لكن بابا حول الاستطلاع لكمائن واغارات ويجيب اسرى ويجيب نماذج من الاسلحه، فحول شغل الاستطلاع حوله لهجوم. فدي اللي كانت عايزه قلب جامد وعايزه ناس بمواصفات خاصه عشان تقدر تعمل العمليات اللي هم كانوا بيعملوها دي. في مخولات كتير واسماء كتير، منها الاستاذ جمال الغيطاني اتقال عليه أسد سينا لأنه طلع معاه مراسل عسكري في فترة من الفترات وشاف بعينيه، فيعني قلب الأسد ده أكيد شوية عليه. مشترك في 5 حروب وفي الصعقة والقوات الخاصة، الناس أكيد عارفة قد إيه حجم المخاطرة اللي ممكن يكون متعرض ليها. مرة مثلا عمل العملية وهم راجعين خد العلم بتاع الموقع بتاع الإسرائيلي وجي حطه لنا هنا في الأرض وقفوا عليه عشان نتصور، فكنا فرحانين حاسين ان هو جاي فرحان وعمل يعني زي واحد بياخد طور. هو يعني هو علمنا من صغرنا احنا طول ما انا عايش مفيش حاجه اسمها محتل في بلدي، طول ما انا عايش لازم يخرجوا من بلدنا. وفعلا هو يوم ما خرج وهو مش كان إبراهيم الرفاعي مقاتلا شرسا وعنيدا، وكان لا يهدأ، إما أنه يفكر في عملية جديدة أو يخطط لعملية أو يقوم بتنفيذ عملية. والشيء الذي كان يرفضه بشدة ويقدم حياته 1000 مرة في سبيله هو أن يترك مصري مصاب أسير لدى العدو. الشهيد إبراهيم الرفاعي فدائي من الطراز الأول، اتربى في الصاعقة وكان من أوائل الناس في الصاعقة، إحنا كلنا كنا صاعقة. إبراهيم الرفاعي ما كانش يسيب حد من لا جنوده، كنا دايما علاقتنا في علاقات أسرية موجودة، كان في علاقات اجتماعية موجودة، كان أي واحد بيحتاج أي حاجة